السلام عليكم. تعالوا بقى يا شباب ناخد المقارنة ما بين مقاومتي مصر. انا اشتغل معاك ادي ار واحد على ار اتنين، يعني عايز اقارن ما بين مقاومتين كهربيتين لموصلين، عايز اقارن ما بين مقاومة كهربية لسلك وما بين مقاومة كهربية لسلك تاني. فقانون بكتب قانون المقاومة الكهربية. طبعا انت عارف ان المقاومة الكهربية عبارة عن المقاومة النوعية في طول السلك على مساحة مقطع السلك، دي المقاومة الكهربية الأولى. تعرف ان قانون المقاومة الكهربية ايه يا شباب؟ المقاومة النوعية للسلك الأولاني في طول السلك الموصل الأولاني على مساحة مقطع السلك الأولاني. طب كويس. طيب قانون المقاومة الكهربية التانية ايه؟ طبعا قانون المقاومة الكهربية برضو المقاومة النوعية التانية في طول السلك التاني على ايه؟ فطالما على يطلع فوق يبقى هتبقى ايه؟ 2. خلاص فهمتوا القانون؟ هكتبه لكم لوحده. بص يا شباب، ادي ار واحد على ار اتنين، فبيساوي بكتب قانون الار واحد عشان بس ما نتلخبطش. قانون الار واحد المقاومة النوعية الاولى في طول السلك الاولاني على ايه واحد. كويس كده؟ كويس. اكتب برضو قانون المقاومة الكهربية التانية، اهي قانونها المقاومة النوعية التانية في طول السلك التاني على ايه؟ بدل ما تقول على ايه، ايه تطلع فوق، فبقت هنا ايه 2. يبقى وصلنا للقانون مع بعض. يبقى ده قانون لما اجي اقارن ما بين مقاومة كهربية اولى ومقاومة كهربية تانية، بكتب قانون المقاومة الكهربية الاولى عادي خالص، وبكتب قانون المقاومة الكهربية التانية، بس بدل ما ايه تدنها تحت فهي بتطلع لي فوق، 2 بتطلع لي فوق، يعني ما انت عارف ان مقام المقام بسط، فهي بدل ما هي تحت بشيلها واحط فوق، كأن بالظبط ما حصلش حاجة معايا. خلاص كده يا شباب. طيب تعالوا بقى نتخيل معانا ان انا شلت اي دي وحطيت باي نق تربيع، مش ايه مساحه المقطع. احنا عارفين ان السلك مساحه على شكل دايره، خلاص. فطالما دايره يبقى مساحه المقطع باي نق تربيع، صح؟ صح يا شباب. طيب تعالى معايا بقى، يبقى ار واحد على ار اتنين بتساوي بي واحد بي اي واحد زي ما هي، في ال واحد برضو زي ما هي. طب ايه 2؟ هي عبارة عن باي نق تربيع 2، يعني انا اقصد نص القطر التاني، يعني نص القطر التاني تربيع. طيب برضو من تحت، باي نص القطر الاولاني تربيع في المقاومة النوعية التانية في طول السلك التاني. ركز معايا كده، باي هتشيل باي، يبقى كل اللي هيبقى لك ايه؟ المقاومة النوعية الاولى وطول السلك الاولاني على ار واحد تربيع في المقاومة النوعية التانية في طول السلك التاني، وبدل وار اتنين تربيع هتبقى فوق. خلاص كده يا شباب فهمناها جت ازاي؟ يبقى ده لما اجي اقارن ما بين مقاومتي موصل، لما اجي اقارن ما بين مقاومتي موصل. فرض مجاز ان في حد فيكم مش قادر يفهم الطريقة المعقدة او شايف ان الموضوع ده طويل او مش عارف ايه. بصوا يا شباب، ادي ار واحد على ار اتنين بتساوي، اكتبها منفردة، المقاومة النوعية الاولى على المقاومة النوعية للموصل التاني، خلاص، في طول السلك الاولاني على طول السلك التاني، وانت عارف ان ار بتتناسب عكسيا مع مساحة المقطع، يبقى عبارة عن ايه 2 على ايه واحد. خلاص يا شباب فهمتوا جت ازاي؟ يبقى انا دلوقتي فصلتها عشان ما اكتبهم لكش ورا بعض وايه وتتلخبط. المقاومة النوعية الأولى إلى المقاومة النوعية التانية، فهي عبارة عن المقاومة الكهربية الأولى على المقاومة الكهربية التانية. أنا بقارن ما بين مقاومتين كهربيتين، فهي عبارة المقاومة النوعية الأولى على المقاومة النوعية التانية في طول السلك الموصل الأولاني على طول السلك الموصل التاني، وما إن مساحة المقطع تتناسب عكسيا فآر واحد يبقى قصادها إيه 2 وآر اتنين يبقى قصادها إيه واحد. طيب فرض مجاز بقى، زي ما قلت لك إن إيه دي هي عبارة عن باي نقي تربيع، فبتبتدي يبقى آر واحد على آر اتنين بيساوي بي اي واحد على بي اي اتنين زي ما هي بالظبط، يعني ما اختلفناش، يعني المقاومة النوعية الموصل الأولاني على المقاومة النوعية الموصل التاني، طول السلك الأولاني على طول السلك التاني، كده احنا ما اختلفناش. ايه بقى؟ مش هي عبارة عن باي نق تربيع؟ طيب وهنا برضو باي نق تربيع، فباي مع باي يبقى يبقى لك ار اتنين اللي هو نق او نص قطر الموصل التاني تربيع على نص قطر الموصل الأولاني تربيع. فاهمين يا شباب؟ يعني ممكن نشيل باي مع باي لان هما اساسا نفس الفكره. تعالوا بقى يا شباب نشوف المثال ده مع بعض.
سلك طوله 30 متر، يبقى انا كده جبت طول السلك 30 متر، ومساحه مقطعه نص سنتيمتر تربيع، كويس يبقى مساحه المقطع الاولاني نص سنتيمتر تربيع، ومقاومته 20 اوم، يبقى ار واحد ب 20 اوم. ركز ان هو بيقول لك ال واحد ايه، واحد ار واحد يعني بيقول لك السلك الاولاني، السلك الاولاني طوله 30 متر، مساحه مقطعه نص سنتيمتر تربيع، مقاومته 20 اوم، كويس. كم تكون مقاومة سلك آخر من نفس المادة؟ عارف يعني إيه من نفس المادة؟ نفس المادة دي يعني ليهم نفس المقاومة النوعية، ليهم نفس البي إي، لأن إحنا اتفقنا إن البي إي ثابتة للمادة الواحدة، فكلمة من نفس المادة دي يعني ليهم نفس المقاومة النوعية. المهم طوله 10 متر، كويس يبقى طول السلك الثاني يا شباب 10 متر، مساحة مقطعه 3 من 10 سنتيمتر تربيع، كويس. أنا عايز آر 2، عايز المقاومة الثانية أو المقاومة الثانية للسلك، عايز مقاومة السلك الثاني، فقال لك إيه؟ على طول بقى الحل، بيقول لك بما ان السلك من نفس الماده يبقى بي اي 1 بيساوي بي 2، المقاومه النوعيه للسلك الاولاني بتساوي المقاومه النوعيه للسلك الثاني. خلاص انا عارف قانون الار، قانون المقاومه الكهربائيه ايه يا شباب؟ المقاومه النوعيه في طول السلك على مساحه مقطع السلك. طيب يبقى لما اجي اقارن ما بين المقاومه الكهربائيه للسلك الاولاني وما بين المقاومه الكهربائيه للسلك الثاني، فهي عباره عن ال 1 على ال 2 في اي 2 على اي 1، بعوض على طول وبجيبها تاني عشان اللي ما فهمهاش. بص يا شباب، هو كل اللي هو عمله ايه؟ انا بقول لكم اني طالما السلك من نفس الماده يبقى المقاومه النوعيه للسلك الاولاني بتساوي المقاومه النوعيه للسلك الثاني. خلاص؟ طيب انا عايز اقارن ما بين ار 1 على ار 2، مش احنا اتفقنا ان ار 1 على ار 2 بتساوي بي اي 1 على بي اي 2، كويس، في ال 1 على ال 2 في A2 على A1، لأن الـ A بتتناسب مع 3 وعكسي، كويس. أنا بقول لك إن هما ليهم نفس المقاومة النوعية، يبقى أنا ما يفرقش معايا دي خلاص، واحد على واحد مش فارق. يبقى R1 على R2 بتساوي L1 على L2 في A2 على A1، اللي هي هياها L1 في A2 على L2 في A1، خلاص ده مكتوبهم مع بعض، L1 في A2 على L2 في A1، خلاص عشان بس ما تتلخبطش معايا. عوض بقى على طول يا شباب، هو مديك المقاومة الأولى طبعا مديها لك بعشرين، خلاص فأدي عشرين على R2 بيساوي، مديك طبعا أدي طول السلك الأولاني بتلاتين في تلاتة من عشرة سنتيمتر تربيع اللي هي مساحة المقطع. طيب حد مثلا يقول هو أنا ليه هنا ما غيرتش مساحة المقطع؟ يعني مثلا هنا تلاتة من عشرة سنتيمتر، ليه ما غيرتهاش للمتر؟ وهنا نفس النظام 5 من 10 سنتيمتر، ليه ما غيرتهاش للمتر؟ طالما مساحه المقطع هنا ومساحه المقطع هنا الاثنين بالسنتي، خلاص ما فيش داعي تغير، لان الوحدتين شبه بعض، يبقى تغير ليه؟ خلاص فدي الفكره يعني. خلاص يا شباب، يبقى انا قلت ادي المقاومه الاولى 20 على المقاومه الثانيه، عامل كده زي نظام المقص، 20 المقاومه الاولى على المقاومه الثانيه، فهيديك ادي طول السلك الاولاني يا شباب ب 30 في 3 من 10 وطول السلك الثاني ب 10 في نص. خلاص يا شباب، يبقى انا قلت ايه؟ ادي المقاومه الاولى ب 20 على المقاومه الثانيه بيساوي ال 1 يا شباب ب 30 متر، A2 او مساحه المقطع الثاني ب 3 من 10، ال 2 ب 10 اللي هي طول السلك الثاني ب 10، وايه 1 بنص. وبتبتدي بقى عادي تعمل مقص، يبقى R2 بتساوي 20 في 10 في نص على 30 في 3 من 10، تعملها كده مع بعضها وتشوف الناتج هيطلع كام. الناتج هيطلع معاك 11 و11 من 100 اوم، هيطلع معاك 11 و11 من 100 اوم. ارجو انكم تكونوا فهمتوها. خلاص، يبقى كلمه من نفس الماده كده انا بستفاد ان ليهم نفس المقاومه النوعيه، ليهم نفس البي اي. طيب المثال الثاني يا شباب بيقول ايه بقى؟ سلكين من النحاس، تمام، يبقى برضو ليهم نفس المقاومه النوعيه. ليه؟ لانها نفس الماده، يبقى بي اي 1 بتساوي بي اي 2. خلاص تمام، طول احدهما 10 سنتي، يبقى مديني طول الواحد 10 وكتلته 1 من 10 كيلو جرام، وطول الاخر 40 سنتي وكتلته 2 من 10 كيلو جرام. فطالب مني ايه؟ طالب مني اقارن ما بين مقاومه كل منهما. خلاص، يبقى هو طالب مني ان انا اقارن ما بين مقاومه كل منهم. فطبعا هو طلع لك المعطيات، ادي طول الموصل الاولاني 10 سنتيمتر، كتلته 1 من 10 كيلو جرام، طول الموصل الثاني 40 سنتيمتر وكتلته 2 من 10 كيلو جرام، وطالب منك المقارنه ما بين المقاومه الكهربائيه الاولى الى المقاومه الكهربائيه الثانيه. كل اللي عندك ان السلكين من نفس الماده، طالما من نفس الماده يبقى المقاومه النوعيه ليهم واحد، يبقى بي اي 1 بتساوي بي اي 2. خلاص، ليه؟ لان هما من نفس الماده. طب
وده القانون. طب ممكن افهم القانون ده جه ازاي؟ وبصراحه احنا ما جبناش سيرته خالص. طب احنا عايزين نفهم بقى الكتله ايه اللي دخلها في الموضوع، وازاي هدخلها، وازاي مش عارف ايه. بص يا شباب عشان ما تتلخبطش معايا ركز في اللي انا اقوله. مش احنا اتفقنا ان ار واحد على ار اتنين بتساوي بي اي واحد على بي اي اتنين في ال واحد على ال اتنين في اتنين على ايه واحد، لان بتتناسب معاها تناسب عكسي. ايوه قلنا كده تمام. اضرب بقى ده كله يا شباب في ال تربيع على ال تربيع كده، كاني ما عملتش حاجه، لان ال تربيع على ال تربيع فيها الواحد الصحيح خلاص، فكاني ما عملتش حاجه. ال تربيع على ال تربيع واحد صحيح، فكاني ما ضربتش في حاجه او كاني ما عملتش حاجه. بس انا بقول لك اضرب في كده عشان نشوف الكتله هتطلع ازاي معايا في القانون ده. يبقى ار واحد يا شباب على ار اتنين بتساوي بي اي واحد على بي اي اتنين في ال واحد تربيع. ما انت ضربت ال واحد في ال تربيع، ما تقوليش ال تكعيب، لا خليها بس ال واحد تربيع دلوقتي. يعني اعتبر نفسك انك بتضرب ال في ال، وهنا اعتبر نفسك انك بتضرب ال في ال خلاص. يبقى بقت ال واحد تربيع، ودي برضو بقت ال اتنين تربيع في اتنين، برضو هتضربها في ال، بقت اتنين في ال وايه واحد في ال. خلاص كده يا شباب اتمنى تكونوا فهمتوا جت ازاي. انا اول حاجه يا شباب كتبت القانون بتاعي عادي خالص، وبعد كده ضربت ال في ال في ال في ال، يعني ال تربيع على ال تربيع، كانك بالظبط ضربت في واحد صحيح فمش فارقه. طيب جيت بقى رجعت كتبت تاني بي اي واحد على بي اي اتنين في ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، ما انا ضربت ال من هنا مع ال من هنا فبقت ال واحد تربيع، وبرده ال من هنا مع ال من هنا فبقت ال اتنين تربيع. جيت كمان اتنين ضربتها في ال التانيه وايه واحد ضربتها في ال التانيه فبقت اي 2 ال وايه واحد ال. طيب خلاص كده فهمنا؟ فهمنا قوي. يبقى بي اي واحد على بي اي اتنين في ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع في، مش احنا اتفقنا ان اي 2 ال دي اف ال معناه ايه؟ فوليوم. يبقى ده فوليوم الموصل التاني، واي واحد ال فوليوم برضو، يبقى دي فوليوم الموصل الاولاني. طب الحجم بيساوي ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الحجم بيساوي كتلة على كثافة؟ شيل فوليوم اتنين وحط كتلة على كثافة. شيل فوليوم اتنين وحط كتلة الموصل التاني على كثافة الموصل التاني خلاص. طيب شيل فوليوم واحد وحط كتلة الموصل الاولاني على كثافة الموصل الاولاني، بس بسط المقام المقام بسط، يبقى الكثافة هتبقى فوق. خلاص فهمت جت ازاي؟ يبقى ادي المقاومة النوعية الاولى على المقاومة النوعية التانية عادي خالص. طول الموصل الاولاني تربيع على طول الموصل التاني تربيع. شلت الحجم التاني وحطيت كتلة على كثافة، وشلت الحجم الاولاني وبرده حطيت كتله على كثافه، مقام المقام بسط، يبقى طلعت فوق. خلاص يا شباب فهمنا القانون. يبقى نكتب القانون كده جنب بعضه. يبقى بي اي واحد في ال واحد تربيع في ام اتنين في بي واحد على بي اي اتنين في ال اتنين تربيع في كثافه الموصل الثاني في كتله الموصل الثاني. فهمت؟ هو ده القانون المعقد ده كله، او بلاش تشغل نفسك، هي هياها زي ما احنا توصلناها دلوقتي خلاص. طيب المساله بتاعتنا بقى، هو بيقول لك ان هما ليهم نفس المقاومه النوعيه، او هما من نفس الماده يعني ليهم نفس المقاومه النوعيه، يعني دي مش هتفرق في المساله بتاعتنا. هو بيقول لك ان هما من نفس الماده، طالما من نفس الماده يعني ليهم نفس المقاومه النوعيه، فدي مش هتفرق معايا، دي بواحد صحيح فمش هتفرق معايا. طيب هو مديك ان طول الموصل الاولاني ب 10 سنتيمتر، ومديك ان طول الموصل الثاني ب 40 سنتيمتر خلاص. مديك كتله الاولاني ب 1 من 10، ومديك كتله الثاني ب 2 من 10 خلاص كده يا شباب. يبقى تاني انا رجعت كتبته لك هنا تاني يعني عشان تكون اوسع. يبقى احنا اتفقنا ان هما من نفس الماده، طالما من نفس الماده يبقى ليهم نفس المقاومه النوعيه، يبقى بي واحد على بي اتنين بواحد خلاص مش فارقه معايا. وطالما برضو من نفس الماده يبقى كثافه الموصل الاولاني بتساوي كثافه الموصل الثاني، يعني بي واحد على بي اتنين بواحد، يبقى مش فارق معايا. يبقى انا اللي هيبقى معايا في القانون ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع في كتله الموصل الثاني على كتله الموصل الاولاني. اتفضل عوض بقى ال واحد تربيع، يعني انا هقول ايه يا شباب؟ يعني 10 تربيع، ما هو ال واحد ب 10 يبقى 10 تربيع على ال اتنين تربيع ب 40، يبقى 40 تربيع في كتله الموصل الثاني يا شباب ب 2 من 10 كيلو جرام، على كتله الموصل الاولاني ب 1 من 10 كيلو جرام.
هيديك تمن يا شباب، هيديكوا تمن. يبقى عشان اقارن ما بين ار واحد، طبعا الكلام ده انا بقارن كده ما بين المقاومتين ار واحد على ار اتنين، يبقى ار واحد على ار اتنين هيديني تمن. انتوا فهمتوا جت ازاي؟ اتمنى. انا اول حاجه كتبت القانون عادي جدا، بس طالما هما من نفس الماده يبقى ليهم نفس المقاومه النوعيه وليهم نفس الكثافه، نفس كثافه الماده، يبقى ما بقاليش الا ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع في ام اتنين على ام واحد. كتبنا طبعا ال واحد تربيع اهي، عوضت ب 10 تربيع، ال اتنين تربيع ب 40 تربيع. كتله الموصل الثاني ب 2 من 10، كتله الموصل الاولاني ب 1 من 10. فاداني لما اجي اقارن ما بين المقاومتين اداني تمن يا شباب، اداني تمن، اللي هي بقارن ما بين المقاومه الاولى والمقاومه الثانيه. عايزه اقول ملاحظه بقى، تخيل ان انت عندك مثلا سلك على شكل، على الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، انت خدته وقمت شكلته لشكل تاني، شكلته مثلا لسلك تاني له شكل تاني كده يعني. المهم انك عملت فيه شويه تعديلات بحيث ان طول السلك بيختلف ومساحه مقطعه كمان بتختلف، لكن ليهم نفس الحجم، ده مثلا السلك الاولاني وده السلك التاني. انا شكلتهم هما مختلفين مع بعض في طول المقطع، عفوا مختلفين مع بعض في مساحه المقطع ومختلفين مع بعض في طول السلك، مش فارقه، ولكن ليهم نفس الحجم. حجم السلك الاولاني طبيعي هيبقى بيساوي حجم السلك التاني. خلاص كده يا شباب، حجم السلك الاولاني هيبقى بيساوي حجم السلك التاني. احنا عارفين ان الحجم هو عباره عن مساحه المقطع في طول السلك، وبرده الحجم التاني عباره برده عن مساحه المقطع في طول السلك. تمام، يبقى انا عندي طول السلك الاولاني على طول السلك التاني بيساوي ايه؟ مش هترجع وايدك فاضيه، انت خدت طول السلك الاولاني على طول السلك التاني، ترجع بقى بالسلك التاني على السلك الاولاني، يبقى بيساوي مساحة مقطع السلك الثاني على مساحة مقطع السلك الأولاني. فهمتوا جت ازاي؟ خلاص يا شباب، احنا قلنا ان هما ليهم نفس الحجم، ليهم نفس الحجم، يعني A1 في L1 بيساوي A2 في L2، لأن احنا عارفين ان الحجم بيساوي مساحة المقطع في طول السلك. طيب أنا قلت L1 على L2، L1 على L2، مش هرجع وإيدي فاضي، بيساوي A2 على A1، L1 على L2 بيساوي A2 على A1. خلاص كده يا شباب؟ تمام. ابتدي بقى معايا اكتب القانون ده دلوقتي. يبقى انا ده اللي انا استنتجته، استنتجت ايه؟ استنتجت ان ال1 على ال2 بيساوي A2 على A1 من هذا القانون. طيب يبقى اكتبها تاني عشان تبقى واضحه، ال1 على ال2 بيساوي A2 على A1. معايا بقى يا شباب؟ يلا. يبقى انا عايز اعمل مقارنه ما بين مقاومتين، مقاومتي موصل. شوف بقى نعمل مقارنه ازاي. يبقى R1 على ار اتنين بيساوي، مش احنا اتفقنا ان ار واحد على ار اتنين هو عبارة عن مقاومة نوعية اولى على مقاومة نوعية تانية؟ لا، انا بقولك ان هو نفس السلك، انت يعني نفس النوعية ثابتة. على ار اتنين عبارة عن مقاومة نوعية اولى على مقاومة نوعية تانية، في طول السلك الاولاني على طول السلك التاني، في مساحة مقطع التاني على مساحة مقطع الأولاني، لأن العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. طب أنا بقول لك إن هو نفس السلك، يبقى المقاومة النوعية الأولى على المقاومة النوعية التانية بواحد صحيح، يعني دي مش هتفرق معايا لأن دي بواحد صحيح. كويس. طيب يبقى R1 على R2 بتساوي طول السلك الأولاني في A2، طول السلك الأولاني في A2 على طول السلك التاني في A1، طول السلك التاني في A1. طيب بيساوي، مش احنا لسه قايلين يا شباب ان L1 على L2 بتساوي A2 على A1؟ ايوه، انا لسه قايله لك فوق ان L1 على L2 بتساوي A2 على A1، يعني ممكن تشيل A2 على A1 دي وتحطها L1 على L2، يبقى هي عباره عن L1 على L2، صح؟ وممكن تشيل A2 على A1 دي وتحطها L1 برضو على L2، صح ولا غلط؟ فهيديك L1 تربيع على L2 تربيع، صح؟ هيديك L1 تربيع على L2 تربيع. وبرده ممكن تشيل L1 على L2 وتبقى A2 على A1، فهيديك A2 تربيع على A1 تربيع. فهمتوها يا شباب ولا ايه الاخبار؟ تاني، انا قلت انا بقارن ما بين مقاومة نوعية اولى ومقاومة نوعية تانية، هما من نفس السلك يا باشا، كلمة من نفس السلك يعني ليهم نفس المقاومة النوعية. يبقى انا هيبقالي طول السلك الاولاني في مساحه مقطع التاني، وطول السلك التاني في مساحه مقطع الاولاني.
طيب ما انا لسه قايله لك ان ال واحد على ال اتنين بتساوي ايه؟ اتنين على ايه؟ واحد. يبقى هيبقى هي هياها ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، وهي هياها اتنين تربيع على ايه؟ واحد تربيع. يعني تلات قوانين قدام حضراتكم اهو. ممكن تقول ال واحد في ايه اتنين على ال اتنين في ايه واحد، ممكن تقول ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، وممكن تقول ايه اتنين تربيع على ايه واحد تربيع. ليه الكلام ده؟ او بناء على ايه استنتجتي هذا القانون؟ لان ال واحد على ال اتنين بتساوي ايه اتنين على ايه واحد. من اللي انا كاتباه ده نقدر نستنتج كمان قانون رابع يا شباب. ايه هو بقى القانون الرابع ده؟ مش انت عارف ان ايه اتنين هي عباره عن باي نقي تربيع؟ ايوه، يبقى باي نق اتنين كل تربيع. بس خد بالك ان الايه اتنين اساسا متربعه، يبقى كل ده تربيع هو كمان. طيب ايه واحد تربيع؟ برضو عباره عن باي نق واحد الكل تربيع، بس ايه كلها متربعه. تمام، يبقى ده كله تربيع. ركزت معايا او شفت جبتها ازاي؟ انا عندي، سيبك من التربيع دلوقتي، مساحه المقطع الثاني هي باي نق تربيع، مساحه المقطع الاولاني باي نق تربيع، وربعت كله وربعت كله، فالباي هتشيل الباي. كل اللي هيبقى عندك ار 2 اس 4 لان 2 في 2 ب 4، وار 1 برضو اس 4 لان 2 في 2 ب 4. خلاص يا شباب فهمتوا جت ازاي؟ يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا قلت ان المساحه هي عباره عن باي نق تربيع وربعته كله، فالباي شالت الباي، بيبقى لي ار 2 اس 4 وار 1 اس 4. شوفوا المثال ده معايا يا شباب، يقول سحب سلك مقاومته 5 اوم فزاد طوله للضعف. يعني المقاومة الأولى كانت عبارة عن 5 اوم وطول السلك مثلا هنفترض ان هو عبارة عن ال، فانا سحبت سلك مقاومته 5 اوم فزاد طوله للضعف، يعني طول السلك بدل ما كان ال فاصبح 2 ال. فهموا معايا المثال يا شباب؟ انا بقول سحبت سلك مقاومته 5 اوم، يبقى ار واحد عندي بكام؟ بخمسة اوم، فزاد طوله للضعف. مثلا لو افترضت ان طول السلك في الحالة الاولى كان ال، لما سحبته بقى طول السلك في الحالة التانية 2 ال. عايز مقاومة السلك بعد السحب، يعني انا عايز ار اتنين، انا عايز ار اتنين. طب هجيبها ازاي دي؟ هعمل مقارنة. مش احنا متفقين يا شباب ان ار واحد على ار اتنين بيساوي، لسه قايلة، طالما السلك من نفس المادة، طالما السلك من نفس المادة يبقى ليهم نفس المقاومة النوعية، ليهم نفس الكثافة، يبقى ار واحد على ار اتنين هي هياها ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. صح ولا غلط؟ احنا لسه مستنتجين القانون ده مع بعض، لسه واخدين. يبقى ار واحد على ار اتنين هي عبارة عن ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، ولسه فاهمين ده جه منين. ار واحد على ار اتنين هتبقى عبارة عن ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. طيب تعالى بقى نعوض عادي خالص. يبقى ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد بكام يا شباب؟ ال واحد بال، تمام، يبقى ال تربيع. وال اتنين بكام يا شباب؟ باتنين ال، يبقى اتنين ال الكل تربيع. بتساوي هي ار واحد اساسا بخمسة، طب وار اتنين مش عارف، امشي معايا. يبقى ال تربيع على اتنين تربيع تبقى اربعة، اربعة ال تربيع بيساوي خمسة على كذا. ال تربيع هتشيلك ال تربيع، يبقى ربع بيساوي خمسة على ار اتنين، يبقى ار اتنين هتبقى بتساوي كام؟ عشرين او. فهمتوا يا شباب جت منين؟ يبقى احنا طلعنا معطيات المسألة. انا بقول سحبت سلك مقاومته خمسة اوم، يبقى المقاومة في الحالة الاولى كانت خمسة اوم فزاد طوله للضعف. اذا افترضت ان طوله في الحاله الاولى كان ال، فطوله في الحاله الثانيه بقى 2 ال لانه طوله زاد للضعف. فانا بقول لك عايز ار 2، عملت ايه؟ قلت ان ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. كويس جدا. طيب انت عندك ال 1 تربيع ب ال، عندك ال 1 تربيع ب ال، عوضت بقى، ادي ال 1 تربيع زي ما هي ال تربيع، ال 2 ال واحد بقل بقت عبارة عن ال تربيع، ال اتنين باتنين ال يبقى اتنين ال الكل تربيع. خلاص
فبقت قدامي ال تربيع على 4 ال تربيع، فال تربيع شالت ال تربيع، يبقى الربع بيساوي ار واحد انا عندي بخمسة على ار اتنين، يبقى ار اتنين يا شباب هتبقى 5 × 4 = 20 اوم. اتمنى تكونوا فهمتوها، اتمنى تكونوا فهمتوها واستفدتم. اخر حاجة هناخدها المقارنة ما بين المقاومة النوعية لمادتي موصل. افترضي ان السلكين مش من نفس المادة، فانا عايز اقارن ما بين المقاومة النوعية لمادتي موصل. اقارن ازاي؟ بص يا شباب، بي اي واحد على بي اي اتنين بيساوي ار واحد على ار اتنين في اي واحد على اي اتنين في ال اتنين على ال واحد. انا كنت مدياك قانون المقاومة النوعية قبل كده، هتقولي لي انت جبتيها ازاي؟ هقول لك بسيطة، هعملها لكم تاني. مش احنا كنا متفقين يا شباب ان المقاومة النوعية بتساوي، عفوا هجيبها لك من اول، المقاومة الكهربية. كنا متفقين ان المقاومة الكهربية بتساوي المقاومة النوعية في ال على ايه، صح؟ طيب انا دلوقتي عايز المقاومة النوعية، انا دلوقتي عايز منك المقاومة النوعية، فهتضرب في المعكوس الضربي ايه على ال، وكذلك هنا هتضرب في المعكوس الضربي ايه على ال، فالايه هتطير الاي والال هتطير الال، يبقى المقاومة النوعية بتاعتك هتبقى عبارة عن ار في ايه على ال. دي المقاومة النوعية، ده قانون المقاومة النوعية، ار في ايه على ال. الله اكبر الله اعظم، فهمت جت ازاي؟ يبقى لما اجي اقارن ما بين مقاومتين نوعية الاولى على التانية، فبقول ار واحد على ار اتنين في ايه واحد على ايه اتنين في ال اتنين على ال واحد، يبقى ده القانون بتاعها، قانون سهل جدا وبسيط جدا. طيب ممكن اشيل ال A واحط باي نق تربيع؟ ايوه، يعني انت مثلا ممكن تقول ان بي اي واحد على بي اي اتنين بتساوي ار واحد على ار اتنين في، هي ايه واحد مش بباي نق واحد تربيع، وايه اتنين مش بباي نق اتنين تربيع، كويس، في ال اتنين على ال واحد، الباي هتشيل الباي، يبقى ده القانون بالصيغة النهائية، ار واحد على ار اتنين في باي نق تربيع على ار اتنين تربيع برضو في ال واحد. خلاص يا شباب، يبقى انتوا فهمتوا القانون جه ازاي او جه منين اساسا. انا في الاول عادي قلت ان بي اي واحد على بي اتنين بتساوي ار واحد على ار اتنين في اي واحد على اتنين في ال اتنين على ال واحد، بعد كده شلت الاي وحطيت القانون باي نق تربيع، وهنا برضو حطيت باي نق تربيع، فالباي شالت الباي، فبقى لي ار واحد تربيع على ار اتنين تربيع مضروبه في طول السلك الثاني على طول السلك الاولاني، مضروبه في المقاومه الكهربيه الاولى على المقاومه الكهربيه الثانيه. خلاص، يبقى انا في الاخر كده هكتب لك القانون على بعضه، بي واحد على بي اتنين بيساوي ار واحد في اي واحد في ال اتنين على ار اتنين في اي اتنين في ال واحد بتساوي ار واحد في ار واحد تربيع في ال اتنين على ار اتنين ار اتنين تربيع في ال واحد. خلاص كده يا شباب، يبقى هو ده القانون بصيغته النهائيه، اتمنى ما تكونوش تلخبطوا فيه، انا بفصل لكم بالشكل ده عشان في ناس بتتلخبط بالشكل الطويل، لكن طبعا يفضل انك تكتب ار واحد اي واحد ال اتنين، بعد كده تكتب ار اتنين اي اتنين ال واحد، تشد شرطه واحده يعني وتكتب ده كله جنب بعضه، فده اللي يفضل. خلاص، فيبقى بي اي واحد على بي اتنين ده القانون بتاعها، سواء القانون ده او القانون ده، والاتنين طبعا صح وماشيين. ناخد اخر مثال في درس بتاع النهارده، اتمنى ان تكون الحاجات دي ما لخبطتكوش، ولو ما فهمتوهاش من اول مره عادي حاولوا فيها تاني وتالت. ناخد اخر مثال، بيقول ايه بقى؟ سلكان من مادتين مختلفتين، تمام، يبقى من اولها كده ما لهمش نفس المقاومه النوعيه، كويس، طول الاول 3 امثال طول التاني. يعني مثلا انا هفترض ان طول السلك الاولاني بقل، وطول السلك انا بقول ان طول الاول 3 امثال طول التاني، يعني طول السلك الاولاني 3 امثال طول السلك التاني، انت معايا؟ يبقى انا بقول سلكان من مادتين مختلفتين، طالما من مادتين مختلفتين يبقى ملهمش نفس المقاومه النوعيه، فبقول ان طول السلك الاولاني بيساوي 3 امثال طول السلك التاني، ونص قطر السلك الاولاني بيساوي تلت نص قطر السلك التاني، تلت نص قطر السلك التاني. خلاص، يبقى طول السلك الاولاني بيساوي 3 امثال طول السلك التاني، ونص قطر السلك الاولاني بيساوي تلت نص قطر السلك الايه التاني، ومقاومه السلك الاولاني بتساوي مقاومه السلك التاني. كويس، احسب النسبه بين المقاومه النوعيه للسلكين، عايز بي اي واحد على بي اي اتنين، شوف بقى بتساوي كام.
احنا لسه واخدين قانون المقاومة النوعية، لسه واخدين القانون حال. قلنا ان لما اجي اجيب النسبة ما بين المقاومة النوعية الاولى والمقاومة النوعية التانية، لسه قايلين اهو ار واحد في ار واحد تربيع على في ال اتنين عفوا على ار اتنين في ار اتنين تربيع في ال واحد. طيب انتوا عارفين ان هو قال لي لسه قايل لك حالا، ابتدي عوض بقى. قانون احنا لسه واخدينه، ار واحد في ار واحد تربيع في ال اتنين على ار اتنين في ار اتنين تربيع في ال واحد. هو لسه قايل لك ان المقاومه الكهربيه الاولى بتساوي المقاومه الكهربيه الثانيه، خلاص يبقى مش هحتاجها في حاجه. طيب ار واحد بكام يا شباب؟ ار واحد بتلت ار اتنين، يبقى شيل ار واحد وحط تلت ار اتنين، وخد بالك ان في تربيع. طب ال اتنين بكام يا شباب؟ ال اتنين هتسيبها زي ما هي على ار اتنين تربيع، برضو ار اتنين تربيع هتسيبها زي ما هي في ال واحد. ال واحد بكام يا شباب؟ ال واحد بتلاتة ال اتنين، تمام، تلاتة ال اتنين. يلا معايا بقى، خلاص انا كتبتها لك هنا تاني اهي، تلت ار اتنين تربيع في ال اتنين على ار اتنين تربيع في تلاتة ال اتنين. بص يا شباب، ربع بقى، ربع ما تنساش التربيع. يبقى انا عارف تلت تربيع تبقى بتسع، تسع ار اتنين الكل تربيع في ال اتنين. طيب ار اتنين تربيع زي ما هي في تلاتة ال اتنين. طبعا انت عارف ان ار اتنين تربيع هتروح مع ار اتنين تربيع، وعارف برضو ان ال اتنين هتروح مع ال اتنين، صح؟ تمام. يبقى اللي هيبقى لك تسع على تلت، يبقى المقاومة النوعية الاولى على المقاومة النوعية التانية، انا بجيب النسبة ما بينهم، يبقى تسع على تلت. طبعا يبقى في الاخر هتبقى عبارة على واحد على 27، لو عملتها على الآلة على طول هيديك واحد على 27. مش صعبة يعني يا شباب، تضرب هنا في تسعة وتضرب هنا في تسعة، فالتسعة تطير التسعة تبقى واحد على 27، خلاص؟ يبقى أنا كده جبت النسبة ما بين المقاومة النوعية الأولى إلى المقاومة النوعية التانية، طيرت ار اتنين تربيع مع ار اتنين تربيع، ال اتنين مع ال اتنين، فبقى لي تسعة على تلاتة. تعملها على الآلة الحاسبة على طول يطلع لك واحد على 27. أو أنا قلت لك على إيدك بتجيبها زي المفروض إنك بتضرب في معكوس الضرب يطير مع بعض وتعملها يبقى واحد على 27. بس كده، كده نكون خلصنا درس النهاردة. نتقابل إن شاء الله في المرة الجاية في اللي هو توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي. أتمنى أكون استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.